مرضوني من الاخر، ما بعرف شو عم بيصير وما بدي اعرف شو عم بيصير ومين مع مين ومين ضد مين ومين هيدا ومين هيداك. شو في احمر واخضر؟ انت مين؟ ليه؟ شو انتو مين؟ انت ما مخلصه معك كمان؟ انت روحوا على المطبخ وتعرفوا شو عم بيصير. باي. كافيين مشاهدينا، معكم عنا كثير اشياء بدنا نعملها اليوم. الشيف شادي زيتوني تم اختطافه بهاللحظات، لان اسم الله حسينا ماشي حاله وعايش حياته وشغله ماشي، فقلنا بنفوت على الكار تبعه وبنعيش نحن وياكم. خدمة معك بس ما تاخذوا البرنامج مني. كيفك؟ شيف اهلا وسهلا فيك حبيبي. انا مكمل معك بحلقة خدمة معك، يعني احنا عملنا هيك خلطة حلوة. نعم. جيت لعندك على مثل ما بقولوا مطبخك الخاص بالفيوتشر، وبعدين رح نكمل باقي النهار نحن وياك. رح تكون حلقة ممتعة. ايمتى بدنا نحط هذه الحلقة؟ الماندي. ماندي نهار الاثنين. هي الساعة؟ الساعة 8:30 على الاو تي في. اوه بيرفكت. لكن كلنا انا ووسام وكمان بخدمة معك نهار الاثنين، بس هلا قبل رح نطبخ سوا اليوم. اوه شو محضر؟ هلا انت من العادي ببرنامجك دايما دايما بتاكل. ايه بلا حسيدة. بتاكل بتاكل. لا يعني بس لا، هي انت بتاكل بس العالم كيف بتصدق انك بتاكل هالقد؟ لا سبق قالوا لي وين بيروحوا. انت بتاكل بس وين بيروحوا؟ طيب رح نشوف اليوم. انا اليوم جاي لك كم شغله. اوكي كثير مميز. اوكي كثير مميز، بس كثير مميز بس عيش. عيش؟ عيش. هو يؤكل عيش؟ لا هو يؤكل. هي في اشياء بتؤكل عيش. اوكي اوكي بس نحن هون لا، نحن هلا بدنا نطبخه لللوبستر. لوبي حبيبي. اوكي خليني اول شيء لك بس شغله صغيره. ايه؟ انت لابس اخضر اليوم. ايه وانا لابس احمر. واذا بتلاحظ انت الالوان اللبنانيه على جسمك وانا الالوان اللبنانيه على جسمي. نحن بنفخر اول شيء انه لبنانيين. واحد طبعا على اجسادنا. هذا واحد. اثنين، في مشروع نحن قايمين فيه بالتلفزيون المستقبل مع اليوان اسمه فكر كول وفر. هيدا برنامج مع اليوان، وعندك كمان الفنان رغب عليمي هو السفير تبعونهم. فهيدي شغله كثير كبيره، كيف نحن اليوم فينا نوفر. اوكي مشان اذا كان في حدا جيعان ياكل، انه ما نشتري اليوم نحن 100 كيلو ونشتري القصص اللي لازمتنا. فمشان هيك عندك انت فود فور بيس اللي هي كمان الغذاء من اجل السلام، وهيدي جاكيت لك انت. انا بعرف في عالم بيهدوك بنايات. خيس انا على قد حالي. انا على قد حالي. بنايات. اوكي دخيلك شو لما بس اليوم موضوع. اليوم فكر فهمنا. كول فهمنا بس ما في وفر. اليوم انا اللوبستر. لك هيدا عيش. جو. عيش لك معلوم. عيش لكم ولكم هون. عيش اوكي هاللوبستر او هالكركنت خلينا نسميه. اوكي اللي اول مره اول شيء بعمله هون بالعالم الصباح الجديد. انا شايف في فحم، واول مره بنشعل فحم بعالم الصباح الجديد. اوكي مسموح؟ اوكي ما بيطلع غير مسموح، بس هلا نحن هوا ما فيني اقطع ولا. اوكي انا ما تخطرت. ليك هون شو عنا؟ عنا حبه رح نخليها هون. ايه وحبه هلا انت هون رح تلعب انت وياها شوي. رح العب انا وياها؟ عيلي واطي او شيء من هون. طيب اوكي ليك انا شو جبت لك؟ بدنا نعمل شغله هلا بس بسرعه. بدك جيب معك مرسي. جيب معك مرسي. مرسي يعني مش مرتي. شد شد علي 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 شد 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 جاي يا مع انه حاطط شو اسمه عمال غمال شوي. جيب شرطتهم شو؟ لا بس شوي صغيره شوي صغيره. ليك فينا نطبخها؟ نطبخ الشقفه مع الاشياء. طيب ليك شو بدنا نعمل؟ واحد اثنين اللي بدنا نعمله شغله كثير مهمه، لانه هلا نحن صحيح معنا لوبستر بس بدنا نوصل المعلومه بطريقه حلوه. اوكي شو رايك؟ ليكون اذا حطيناه نحن هلا بالمي هي عم تغلي بدنا نسلقه، شو بيعمل؟ بيطوي الذنب تبعوله ساعتها بتقسى، لانه هيدي المي اللي موجوده بقلبه لازم تقسى وتصير قاسيه. اذا انت اليوم جيت انطوى تطلع قاسي ما عاد فينا ناكلها. شو بنعمل نحن؟ بنحط نحن هالقصبه بالنص هيك. ما عاد بتطوي. يا شو هالاشياء هون؟ فكر. اوكي هلا اللي بدي اعمله انا معك اول شيء خلينا نشيل هيدي هون. بتثبتها بتلزقها يعني؟ لا كيف. اول شيء هون عندك غسيل بدك تغسله انت. اذا ما حطينا هي النيلو بعد اذنك لما نحطك بالماي ما تضب ما بيسمع؟ لا ما بيسمع. امسك هيدي هون. اوكي اوكي روح بدنا نشتري غسيل. اربطها عند الجيران. روح بدنا نربطه عن جد. مرت والله العظيم نربطه عن جد. هيدي هون هيك. تليك خلي لي بس ابرم وجه رفيقه عشان ما يشوف شو عم بيصير. بعد اذنك خلي وجهك هيك. الله يخليك. ليك شو بدنا نعمله اول شيء؟ اوكي ما هلا بتعرف اذا كان هيدا ذكر ولا هيداك الذكر ولا اي واحد منهم ذكر؟ كيف تعرف؟ بس دقيقه.
كيف تعرف؟ لايف هون ما في ما انت القلب اوكي لا انا قلت السؤال انت ما ضروري تجاوب لك يا خيي خلينا نبلش لك كمان شو صار خليك معي انت عادي ما مضيع يا شيخ مضيع يلا جو لك هلا شو بتعمل هلا بتلفه كله سوا انت بتلفه اوكي بتلفه بعدين ناطرك انا شاوله يلا طب لك انا شو بدي اعمل هلا بهالوقت اول شيء المشاهدين عم بيشوفوا هون بطيخه ونحن ممنوع نكب شيء حتى قشر البطيخه نحن اليوم بنروح على انا وياك بيكنيك بطيخه ولا بطيخه انا وياك بيكنيك اوكي ما لازم حياتنا انا وياك ما راح نروح بيكنيك يعني انه يكون معنا على ما لازم نكب حتى قشر البطيخ شو بنعمل فيه؟ لك شو بنعمل؟ نجي هيك نحن حطينا له ورقة ألومنيوم بالنص اوكي ناخده هيك يا معلم بنروح نحن على الفحمات الحلوين ايه ومنبلش شايف الفحم؟ بيصير مثل بدنا نحن بيصير عندنا هلا نحن هون مشوى منقل يعني منقل رح يصير عندنا منقل هيدي عاملينها اوريدي بس ولا مرة بعالم الصباح الجديد وهلا كمان على شرفك يا استاذ وسام صباغ ولعت الاستديو ولعنا الاستديو وبلش الالارم يعني طلع هون شو صار عندنا حلو كثير روعة كيف اللابستر عندك؟ بس دقيقة هيدا لحظة حبيب قلبي كيف الوضع؟ منيح بس بده شيء مدري شو يلا شو حبيب؟ اعمل هيك عم بفوضني انه ما قربته طيب ماشي مش الحال؟ ايه خلص اساله عائلته سجل عدلي ايه ليك سجل عدلي صورتين هلا كمان بيمشي الحال ايه يلا ليك شو صار؟ صار عنا منقل هلا صار عنا منقل المنقل هلا نحن شو بدنا نشوف المنقل بتعرف هيدي شغله حلوه كمان هلا بتعرف شو اول شيء المنقل هون بتضل الجلده من برا البطيخه بارده لانه المي الموجوده بين ورقه الالومنيوم والبطيخ هي بتشرب الحماوه اوكي يعني انت فيك هلا تقعد انت هلا بعد ساعه تمسك هيك وتمشي فيه من اي مشكله واصلا حلو شيء كان ديكور يعني اذا ضيفت منه ناس يعني ببيتك هيك تعمل اللي بدك اياه من دون اي مشكله هلا اللي بدي اياه انا منك بدنا نمسك هلا اللابستر هلا هيك أوكي. ونحطه بقلب الميات اللي عم تغلي يا. اوكي هو وعيش ولازم يكون عيش لانه اذا كان ميت بس يموت كل المي اللي بقلبه بكبه برا من تمه لازم يكون عيش يا واحد اول شيء خلينا هلا حتى انا المنحى اللحظه المؤلمه يا أوكي. جماعه وعمالك عمالك شوي عمالك شوي عمالك شوي قديم عمالك شوي هيدا ملح هون حبيبي يا ريت بايد الاشياء هو اللي بيقرب ورق غار عم بيرجو بخي خلص حبيبي طب شو بدك هول البشر هذا جنسنا نحن خي هد البال هد عم بيرجو كتير تكمش فيه خلص حبيب قلبي خلص عن ضروري دشي ضروري شايف والله ما شوف كيف عم شوف عم تخبى تخبل ضروري شاب لازم نسلق اليوم يا ويسا لك مش قصد نحن هو ما فينا نعمل كات انا بدي اتمنى انت بخدني معك فيك تعمل كات بس انا ما فينا نعمل كات من اهله اللي عم يحضروا يقلبوا هلا يقلبوا هاللحظة خلينا نعد للواحد بس هلا في رفيقه بعدين نرجع بتوينس الموضوع اثنين جو مش عم يهرب ما بده شادي خلاص تنحط له بصلة قبله؟ حط البصلة إذا شاف حرم والمي إذا شاف بصلة قبله شفت البصلة؟ شاف البصلة يلا يا رب عد خي عد واحد اثنين ثلاث ما بده خلص يلا واحد اثنين على كل حال بده بس 10 دقايق بيستوي احكي قدامه هيك احكي قدامه قل له 10 دقايق يلا جو بقلب هلا هون ولك كيف هلا بيتغير لونه طلع لك عنها عادي شفت كيف مطوى شفت تأثير المرسي شو عم انه عم تلعب له باعصابه ما فهمت هيدي الشغله اللي عملناها اليوم اول شيء هودي بيربون يعني هودي ما بيلقطون من البحر هودي بيربون بمستنقعات كبيره فهني بيكونوا مخصصين بمزارع اوكي وهو مستنقع كتير كبير او مزرعه بقلب المي انه نفسيته بتكون جاهزه مشان هيك هن مخصصين للباع وللاكل هلا في منهم اللي بيكونوا بقلب المي هودي بيتركون هودي ما لازم شو اسمه اوكي هول مزارع اوكي هلا عندك مهمه ثانيه كتير صعبه المهمه الاولى هلا مرقنا فيها ما هيك مرقنا. بدنا 10 دقائق اوكي هلا بدي مهمة الثانيه هي شو هيدا شو بيضاتكم اوكي 4 بيضات اوكي بدك تعرف اي بيضتين هن نيين واي بيضتين مسلوقين نعم بس هلا شوي
وبهالوقت شو بكون جبت لك انا؟ شو بكون جبت لك انا؟ شو؟ بكون جبت لك الضفادع. ضفادع؟ ضفادع، لكن الضفادع هلا بعد شوي صغير رح تبلش انت بالضفادع. والقريت سيد بدنا نبلش هيك بالشوي نحن نطلع هلا هون الحلوين، هو الضفادع كمان حلوين هيك. يا لا قوي خلينا هلا كمان انت انت بدك تيجي تحط الضفادع على انت هلا بقلب الصيخ، بس خلينا نبلش نشوي حتى كمان يستويوا معنا. ليك كمان الفحم شايف كل شيء صار ويلا كله بعقد بجنن. ولك كمان شو عملت لك؟ عملت لك كمان شغله كمان كثير حلوه. اوكي. اللي هن اول شيء البيض وين هن؟ هون. اوكي خلي البيض هون قدامك هيك لما بتعرف هلا اي وحده شو؟ مسلوقه واي وحده نية. لك شو عملت لك هون كمان؟ هودي المصرز حلوين، هودي بيتاكلوا كمان نيين، فيك تشكهم بهالطريقه. سخنهم تاخذ تاخذ نار ها؟ تاخذ نار من هون هيك بيسخنوا معك هيك، اذا كنت بالبيت فيك تعمل باربيكيو بهالطريقه تطلع شو حلوين. على فكرة هي أنا حبيتها كثير قصة البطيخة. أوكي. فعلاً. عن جد حبيتها؟ والله. يعني هلا ببيتك على الأكيد يعني. على الأكيد، وحتى إنه فيك تبرم على المعازيم تضيفهم شغلة روعة. وهيك كل واحد إذا كان في بطيخة صغيرة عملت منها أربع أشهر، أنت شو تعمل بالقشرة تبع البطيخ؟ منكبه. منكبه، فنحن أحلى منكبه منجوف البطيخة، منشيل البطيخ من قلبها، وفيك تستعملهم كل اثنين بيكون قدامهم في عندهم بطيخة فيها شوية فحم. اوكي، وهيدي فكرة كمان كثير حلوة عم تنعمل اليوم كمان بكثير من المطاعم بلبنان، إنه عم يحطوا للأشخاص فحم الارجيلي بقلبه. فحم الارجيلي وعم يحطوا له يا حده. شو حلو، حبيت الموضوع. حلو هيك بنضيفهم وبنفس الوقت بنقول لهم كانكم اكلتوا بطيخ، بنوفر بطيخ. برافو عليك. طيب يلا البيض المسلوق البيض المقلي، البيض المسلوق البيض شو اسمه، بلش لنشوف. نرجع لهون. ني ني هي ني. شو عرفك؟ ايه شو عرفك انه هي ني؟ ان هذه البيضه نيئه مكتوب. لا عم تخض عم تخض. وكيف تعرف هاي؟ لا الميثود المضبوط كيف بدك تعرفها؟ انه اذا نية او لا. اوكي. كيف قل لي انت مفترض تعرف اكثر مني؟ تسألها. شو؟ اسألها؟ ايه. البيضة كيف تعرف؟ تعرف اول شيء بنحطها هون وبنقعد وبنبرمها، اذا برمت كثير يعني بتكون مسلوقة. تكون مسلوقة. جرب. يلا. اوكي يلا جو. هاي شو؟ هاي شو؟ هاي شو؟ نية. تفضل هلا لنشوفه. هاي تانية؟ تانية. يلا. اوكي هاي مسلوقة. هاي مسلوقة او هيدي نية. كيف بدك تجربهم وتعرفهم؟ رح اجيب لك صحنين هلا هون قدامك. اوكي. يلا وجرب هلا اذا بدك تشوف اذا كان مزبوط قدام المشاهدين انه على القليلة تكون تعلمت الشغلة كيف طبعا تقتل اللوبستر وكيف كمان بتعرف البيض. لا دقيقة ما تقول لي هالكلمة. لك بعده عيش، بعده عيش. جاي بعد شوي. هيدي البنت الحلوة اللي معنا بتخاف من اللوبستر. اوكي جاي هلا بعد شوي عشان هيك خليني لوحدي هون. اوكي لكن هيدي المسلوقة لنشوف. اوكي شفت كيف الموضوع؟ هيدي المسلوقة. طيب واذا بدك تعرف هيديك اللي مش مسلوقة حتى ما يقولوا، عرفت علي كيف؟ ايه. اوكي يلا جو. ايه حلو شفت؟ هيدي هي بينت الموضوع. وهيدي كمان لك انت محرمي صغيرة، تفضل. وهيك كمان اخذنا المعلومات كلها وبنرجع بنرد لورا بهالطريقة. لكن لكن هلا وسام صباغ اوكي بخدني معك صار يعرف ثلاث شغلات. ثلاث شغلات. البيضه مين بيضه؟ اوكي. والدجاجه مين جابها؟ لك اول شيء الدجاجه او البيضه؟ اول شيء الدجاجه. طيب لك بسالك سؤال. ايه. في بيضه وقعت راح وسام. في وسام وقع مش بيضه. اوكي وسام هذا كله على البيض بزحلط. لك في بيضة في بيضة وقعت من سادس طابق. اوكي. بس صارت بالثاني. إيه؟ شو صار فيها؟ بيضة وقعت من سادس طابق ونازلة. إيه؟ هالبيضة نزلي. وصلت بسادس نية. نية. نية مش مسلوقة. ايه. وصلت بالثاني طابق. شو صار فيها؟ بعالثاني؟ ايه بالطابق الثاني شو صار فيها؟ فقشت؟ لا. شو؟ ضلت مكفية. ضلت مكفيه؟ يا هيدي يا بدك تحكيني اياها قبل لا افكر فيها، تلفن لاهلي اسالهم شو شو بدك تحكي يعني. اوكي بلشنا. كفين لوسام. كفين كفين قصدي كفين مش كفين لك كفين يعني انه يعني عرفت علي كيف؟ كفين لانه بدك تبلش تدور بايديك شو اسمه. اوكي لا لا مش بالون هيدا. لا بس كرمال اللي ياخذ حجمه. اوكي الاصابع بنرجع هلا من هون كمان. لك هلا هون شو عم نعمل هون كمان هيك اللوبستر هيك قدامنا. هي شو هي شو هيدي كمان؟ هيدي كمان الكيو تبع اللوبستر. هيدي فينا نشتريها. هيدي معموله من السمك. اوكي مش من اللوبستر المزبوط. أوكي. يعني اوكي مصنع يعني مصنع. أوكي. يلا هلا هون خلينا هلا نحط الكفوف بهالطريقه. أوكي. وننتقل الى الشعب الضفادع.
الى شو الضفادع؟ الى الشعب، الشعب يعني عالم الضفادع يعني. اوكي يلا. عالم الضفادع لك نحن عندنا اليوم، اول شيء نحن هون مبسوطين كثير باللوبستر. هلا الضفادع شديد. مرحبا بونجور. مش كثير هلا، كثير من العالم عم ترجع عليك وعلي، عليك ما بعرف اذا مبسوطين، بس علي اكيد مبسوطين. ما بعرف انه ما بياكلوا كثير، انه الضفادع بس تشوفوا الضفادع بيقولوا يعني الانسان بيندقر، او الانسان مثل كانه بياخذ على خاطره كيف ضفادع، كيف تاكل ضفادع. وفي عالم بتقول كلمه نياع اوف، هيدي ممنوعه. انت تقول نياع شيء على الاكل؟ على شو ما كان. هلا هلا حسب نوع الاكل، بس شو ما كان ما بنقول هيدي الكلمه، ما لازم نقولها بالاكل. اوكي هيدي الكلمه بنقول ما بنحب هيدي الشغله. أوكي. بس انه لانه كل شيء، لانه في غيرنا بياكلها، انا باكلها انت بتاكلها، فهي بزبط. مش 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 نياع. لك هلا شو بدنا نعمل احنا اليوم؟ لك شو معنا اول شيء، هذا شو اسمه؟ خشب. اوكي شو سهل اليوم جاي على مدد سيدي، شو كيف تعرف هاي هيدي لشو؟ ليك اوكي هلا نحن هون شو هيدا؟ هيدا هون هيدا اوكي، هيدي فخذ وفخذ، وهودي الصدوره تبعولها او البطن مع الصدر. اوكي اوكي، بتحب الفخذ ولا بتحب الصدر اكثر؟ نشكها يعني؟ ايه فخذ بالفخذ. يلا بالفخذ. اوكي ونطلع هون، وقول قول بريك، قول بريك هيدي الكاميرا، قول بريك، قول ثلاث دقائق وبنرجع لكم. ثلاث دقائق وبنرجع من بعد المجاز اللي عم نعيشه. بنرجع بعد البريك. يا زلمه